يوم هو الأشد وقعا ودموية وعنفا في معركة تحرير محيط مدينة تعز. أكثر من 30 قتيلا من قوة المخلوع صالح وميليشيا الحوثي المتمردة سقطوا في المواجهات التي اندلعت خلال 24 ساعة الماضية في مختلف المحاور في شرق وغرب المدينة وشمالها، فيما ارتقى نحو 15 شهيدا من الجيش والمقاومة في ذات المواجهات. أشرس هذه المعارك اندلعت في منطقة حذران إلى الغرب من جبل هان، الذي تعرض لهجوم عنيف بالمدفعية الثقيلة من قبل الميليشيا إثر تلقيها تعزيزات عسكرية كبيرة، لكن المقاومة تمكنت من صد الهجوم وبقي المدافعون عن الجبل صامدين في مواقعهم حتى هذه اللحظة. طيران التحالف العربي قدم استنادا مهما للمقاومة بضربه تعزيزات للميليشيا في منطقة الرباعي التي ينطلق منها هؤلاء المتمردون في محاولة يائسة لاستعادة جبل هان. وكانت حدة الاشتباكات قد سجلت مستوى منخفضا خلال الساعات الماضية في الجبهة الجنوبية الشرقية، فيما واصل طيران التحالف طلعاته القتالية على مواقع الميليشيا في تبة السلال وتبة سوفتيل، وسط أنباء أفادت باستهداف الطيران مدافع ودبابات تستخدمها الميليشيا في القصف العشوائي لأحياء مدينة تعز منذ عدة أشهر، دون أن تشير تلك الأنباء إلى حجم الخسائر التي منيت بها الميليشيا جراء ذلك القصف. واستهدف الطيران أيضا منازل لقيادات الميليشيا بالضباب وشارع الستين وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى. وفي مقبنة إلى الشمال الغربي لتعز اندلعت مواجهات بين المقاومة والميليشيا نتج عنها مقتل 6 من عناصر الميليشيا وإصابة 4 آخرين، فيما تمكنت خلالها المقاومة من السيطرة على قريتي الحجار ودار قاسم. شراسة المعارك في محيط تعز تؤذن بقرب ساعة الخلاص في جبهة لطالما قدمت التضحيات الكبيرة وقاومت النسيان بالقدر نفسه الذي قاومت فيه المعتدين.